يمكن الناس كثير ما بيعرف عنه، حتى بتاع التواضع هو كان ممتاز بالتواضع، ما كان بيتعالى لاي زول. اتذكر في 92 لما لا في 95 لما كون التجمع الديمقراطي، ناس التحالف الديمقراطي مشوا، تحالف الديمقراطي مشوا نيروبي، فكان يفتح جبهه في الجنوب، يراهم لهم الناس في الجنوب، لانه اسبيل فتح في الشرق هم دار يفتح برضه في الجنوب. لكن الحاجه الوحيده ما اعرف انه لانه عندهم اتصال مع الناس هناك، ما يعني هم اساسا جايين كلهم او جايين من الشمال وكذا، فمشوا فتش في الجنوبيين اللي كانوا انفصلوا من الحركه الشعبيه عشان ما يستقطبوهم وكذا. فمشى لما في لقى سامسون وهي قاعد في المطعم، فاتكلم معاه وقلت له انا قال له حركه شعبيه وكذا، فقال له يا اخي نحن نفتش الناس دين ضباط كيف حركه شعبيه، فقال له خلاص انا ما عندي مشكله، فقال له خلاص قالوا ادوا بطاطين ادوا بطاطين وادوا حاجات كذا، قال له خلاص تجي نجي نديك بعض الحاجات. فصمت قال له خلاص كويس انت شارع الحاجات، ما قال لهم يا اخي انا مين. فقال لهم انا فعلا عندي خلاف مع الدكتور جون وما في مشكله. فقام عمل معاه موعد وعمل لهم موعد في المكتب بتاعه انه يتلاقى هناك عشان يدوه قروش عشان يدفعوا للضباط الباقيين عشان يجوا ناس يجي تعمل يعمل معسكر او يفتحوا جبهه. جيت فاجئوا لقوا المعسكر المكتب بتاع سامسون، لقوا انه في كميه من الخواجات قاعدين برا، الناس منتظرين خاشين بالصف، مستغرب جدا. فبسال وين الزول ده؟ فقال له الزول ده جوا. ففجاه تفاجئ انه الزول ده مو زول عادي، ده زول كبير جدا جدا، ما بس ضابط الحركه الشعبيه، لكن ده زول واحد من قيادات العليا بتاع الحركه الشعبيه. الناس قاموا خلوا كراتين في محلهم ده طوالي جيرو، ما رجعوا تاني ليه؟ رجعوا نيروبي، من هناك رجعوا طوالي اسمع. فالجي قال يا اخي ده زول انت لو شفته في الشارع ما تفرق بين اي زول عادي يعني، وده حاجه دي امتياز كويس جدا. القياده ما يعني ما مش انك تكون زول بطش تدوب ناس والناس لازم عارفين انت قياده، القياده بيعرفوك من العمل بتاعك، القياده انه موهبه. واحد من الحاجات القليلين جدا القياده دي تلقى انه الحته بتاعت انه التواضع، لانك انت تكون مسؤول، انت مو مسؤول بس لك، انت خادم الناس، انت بتخدم الناس وعندك مسؤوليه مباشره بينك وبين الناس وبينك وبين ربك. ف بعد اتفاقيه السلام هو جاء اول وزير بتاع وزير الاعلام، بعد ذلك جاء هو مسؤول وزاره، بعد تغييره هو مسؤول وزاره الزراعه والثروه النباتيه.